ولو في البداية فكرة سريعة عنها للي ما تابعهاش قبل كده أو لسه مش عارف ما المقصود بمبادرة ابدأ الوطنية. طيب مبدئيا مبادرة ابدأ هي مبادرة وطنية جاءت بتكليف من السيد الرئيس لشباب البرنامج الرئاسي بهدف إطلاق أو إقامة مبادرة لتوطين وتطوير الصناعة الوطنية بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية في الدولة. التكليف ده تقريبا كان بشكل رسمي يوم 28 أكتوبر العام الماضي، لكن احنا قبلها كنا بنشتغل على مجموعة من الورش والأفكار عشان نقدر نقابل الرئيس واحنا عندنا تصور مبدئي. خلال السنة اللي فاتت دي قدرنا ان احنا نعدل التصور ده بأكتر من شكل وأكتر من حاجة بناء على الشغل اللي احنا نزلنا على الأرض بعد تكليف سيادته لينا. بدأنا نشكل مجموعات عمل نزلت على الأرض، بدأنا نرصد مجموعة من المصانع حوالي أكتر من 3000 مصنع عشان نقدر نشوف الأوضاع على الأرض شكلها عاملة إزاي، إيه التحديات اللي بتواجه المصانع، إيه المشكلات اللي بتواجههم، إيه الميزة التنافسية اللي موجودة في كل قطاع صناعي. كمان بدأنا نشكل مجموعات عمل قامت بعملية دراسات لهيكل الواردات والصادرات المصرية والقطاع الصناعي في مصر بشكل عام. كانت تكلفات سيادته كمان وتوجيهه ان احنا نبني على ما سبق من مبادرات قامت بها الدولة، فبدأنا ندرس كمان المبادرات الخاصة بالتمويل والتوفير الأراضي والتراخيص الصناعية. كل ده مكنا ان احنا يبقى عندنا صورة حقيقية على الأرض وصورة كمان من رجال الأعمال بعد ما اجتمعنا معاهم ورجال الصناعة اللي هم الخبراء بتوع الصناعة، فبدأنا نشوف ايه الموقف الحقيقي اللي عندنا، احنا عايزين نروح فين، احنا فين اصلا عشان نروح فين، يعني ما كناش عارفين موقفنا احنا ايه. الحقيقه بعديها بدانا نعرض اكتر من مره تانية على سياده الرئيس بالتصورات الجديده اكشن بلان بقى وتصور، وبدانا نحط نركز بقى بعد ما حللنا الواردات. كان طبعا تكليف سيادته بتقليل الفجوه الاستيراديه، فكان مهم جدا ان احنا ندرس الهيكل كويس جدا ونطلع بمجموعه من المنتجات نقول لفندم والله احنا نقدر نصنع المنتجات دي، سواء المنتجات دي اوريدي بتتصنع في مصر فنقدر نعمل توسعات في المصانع القائمه، ودي كانت مهمه جدا ان احنا ما نبداش من الاول، لا نشوف لو في حد من رجال الصناعه موجود عنده اوريدي بنيه تحتيه جاهزه محتاجه ان هي تتطور او محتاج ان هو يضيف خطوط انتاج جديده عشان يعمل توسع للانتاج، كان ده مهم جدا نبدا فيه في الاول. المرحله الثانيه نشوف طب المشروعات الثانيه هنقدر نعملها سواء مع مستثمرين مصريين او مستثمرين اجانب. كان برضو بتواجهنا تحدي شويه فكره ان الثقافه عامه هنا في الشعب المصري في تقبل المنتج المصري. المنتج المصري عاده مش كل الناس يعني كانت بتقبل عليه بشكل يقول لك لا انا دايما بروح استعمل. مع ان في حاجه غريبه قوي يا باشمهندس، اي حد فينا بيسافر بره وبيلاقي صنع في مصر او ميد ان ايجيبت بيشعر بفخر كبير جدا طبعاً. وبيتصور سيلفي معاها ويحط الصور، يعني انا عندي كم صور على صفحتي على فيسبوك لناس حاطه ميد ان ايجيبت منتجات مصريه بره غير عاديه طبعاً. بنيجي بقى هنا جوه مصر فعلا ما اعرفش ايه نفسيا اللي بيحصل، تقلقنا شويه عشان كده بقول لحضرتك دي ثقافه، اما لو على ارض الواقع احنا عندنا مصانع المنتجات بتاعتها بتتصدر لكل دول العالم.